ما حكم ساعة الذهب وقلم الذهب وملعقة الذهب للمرأة؟ أما الساعة الذهب للمرأة فلا بأس، لأن هذا من الحلي الذي يلبس، وأما الملعقة والأدوات من الذهب والكيسان والأواني هذا حرام على الرجال والنساء، لا يجوز للمرأة ولا للرجل اتخاذ الأواني من الذهب أو الكيسان من الذهب أو الملاعق من الذهب، هذا حرام على الرجال والنساء. أما ما يلبس فيجوز للنساء لأنه من باب تحلي.